قام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري بزيارة ميدانية لمشروع برايفت Residence خليج البحرين. نعم، وخلال الزيارة الميدانية أشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري بالمشروع مؤكدا أنه يعكس التطور والنهضة بالمشاريع العمرانية والاستثمارية في المملكة، منوها في الوقت ذاته بأهمية هذه المشاريع في توفير المزيد من الفرص السكنية وجذب الاستثمارات الجديدة. ومن جانبه اشار سعاده الشيخ محمد بن خليفه ال خليفه الرئيس التنفيذي لمؤسسه التنظيم العقاري الى ان مؤسسه التنظيم العقاري ملتزمه بدعم المطورين العقاريين لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية فيما أعرب الدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار عن تقديره للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص مشيدا بدور مؤسسة التنظيم العقاري في توفير كافة السبل وتسهيلات لضمان نجاح تطوير المشاريع العقارية